اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب بمؤمن طارق خيري نجم منتخب مصر والنادي الاهلي وطبعا الناشئين ومنتخبات مصر الناشئين في النادي الاهلي لكره السله. اهلا بك يا مؤمن. اهلا بيك كابتن هيثم، منورنا والف مليون سلام عليك. الله حبيبي، الله يسلم حضرتك. يعني انا مبسوط ان انا مع حضرتك النهارده. احنا مبسوطين بيك وعايزين نطمن عليك. يعني قول لي الاصابه بدات ازاي، ايه اللي حصل، اتشخصت ازاي، يعني كلمنا بالتفاصيل عن بدايه الاصابه. هو يعني ما كانش فيه حتى اي مؤشرات للاصابه. انا كان دايما عندي شكوى ان انا الفتره الاخيره اللي انا اتصبت فيها كنت عامل لود، لان دايما جاي لي كومنت ان مؤمن انت وزنك زياده، سواء كان من الجهاز او من الجمهور. فطبعا مجرد ما اتقال لي الكومنت ده بدات اركز فيه جدا، خصوصا ان هو بيتقال لي من زمان. انا والدي طول الوقت كان لا بس في انت خناق الحمد في لله كنت البيت عامل بسبب فورمه الموضوع ده. قبل الاصابه بشكل حلو، يعني الحمد الحمد لله. لله يمكن ما كانش فيه اي مؤشرات للاصابه. انا كنت دايما بشتكي من رجلي اليمين، انا حاسس ان في حاجه مش مظبوط. في شاده رجلي اليمين شاده. فين الوجع؟ كان فين يا مؤمن؟ نفس المكان اللي انا اتكسرت فيه في رجلي الشمال هو نفس المكان اللي كان وجعني في رجلي اليمين، بس انا رجلي اليمين ما كانت سليمه. اللي هو فين بقى؟ العظمه المشتيه الخامسه دي، العظمه اللي في جنب الرجل من بره من بيبقى فيه بره. عظمه بارزه كده، ايوه اللي هي مع الصباع الصغير خالص. ايوه اللي هي اللي في الجنب البارزه لبره شويه دي. هي في ماتش ودي ضد مصر التأمين اخر 9 ثواني في الكوارتر الثالث، باخد السكريم مفيش حد جنبي، بحط رجلي على الارض اتكسرت لوحديها. بس ممكن يكون من المجهود يا حبيبي، هو كسر معلش. اجهادي، الدكتور قال معلش. لي كسر اجهادي. يمكن الحمد لله هو ضيع عليا شوط طويل قوي، بس يعني الحمد لله طبعا الحمد بقالي لله شهرين اهو. طبعا. واخر كلام كان الدكتور دكتور محمد جاد ودكتور احمد حسن يعني والجهاز الطبي عندنا في النادي متابع معايا طول الوقت. رحت للدكتور مختار، ده تخصص المكان ده، المكان ده القدم تمام. بيسموها قدم او انكل، حاجه كده يعني. انا ما فهمش في الموضوع ده قوي. هو قال لي الكلام ده من 5 ايام، قال لي ان هو الاكس راي الاخيره مبينه ان الدنيا احسن بكتير. الاول كان في بوادر ان انا هحتاج عمليه تثبيت ما لان هي بيلحقش. ما بتلحمش. وبعدين اخر اكس راي في انجل، هم بيبقوا يعني صورتين، في انجل منهم اللي بتبقى وش القدم من فوق مبينه ان بدات تلم خلاص، يعتبر بتقفل خالص. والصوره الثانيه من ناحيه العظمه بالظبط مبينه ان لسه في الكسر لسه مفتوح. طب انت عارف ده ليه يا مؤمن؟ ليه؟ لانه كان رامي جنيدي كان عنده حاجه زي كده زمان. الدم بيروح في الحته دي ضعيف شويه، هو الدكتور فالهيلينج قال بيبقى كده، صعب، ملهاش دعوه بالسن وملهاش دعوه بحد. الدكتور قال الدم كده رايح قليل، فالكالسيوم اللي يروح للمكان ده بيبقى قليل، بيبقى قليل، فبتاخد فبناخد وقت. بناخد ايوه وبناخد كالسيومز كتير بالظبط. قوي فهي الفكره ان هو ممكن يكون لحم من لحم من من حته، ولكن مكانه حته لسه بس مكانه. كل ده انت ماشي في بس في الاتجاه فالحمد الصحيح. لله يعني هو دكتور مختار قال لي اخر مره ان احنا شهر وهنتقابل تاني. بس انا طبعا بحاول الحق السيزون باي طريقه. حبيبي ف ربنا يكرمك يا رب ان يعني شاء الله. انا اسبوعين كده ان شاء الله يعني هتروح له تاني؟ هروح اعمل اكس راي، لو حسيت ان هي يعني خلاص يعتبر لمت هروح له بقى على طول ساعتها عشان ناخد ده الاجراء اللي بعد كده. الاجراء اللي بعد كده وابدا تاهيلي اللي انا اصلا بداته. انا بدات اهل جسمي كله ان هترجع ما تبقاش برافو. راجع ناقص. يعني طول الوقت برافو. قاعد في الجيم بحاول انا شايفك حتى لابس يعني اعالج الكبيره بشكل مختلف، الحديثه اللي هي بتتلبس انا لبست كبيره شهر العاديه عاديه. قعدت بيها شهر، بس طبعا خنقه. مش عارف اتحرك يعني. انا خنقه. قاعد في البيت، حتى اوكاز انا وبتاع. عندي ما عندي حاجه بتمرن بيها في البيت بس مش عارف اتمرن. فانا كان الغرض الاول من تعرف ان انا اشيل تتحرك، البتاع كان ان انا عايز والدكتور اروح قال لك بس الجيم. هي حاجه يعني مخصوصه وبصراحه جبتها من بره مصر النادي اللي ولا؟ جابها لي بصراحه. جبتها النادي، جابها لك. النادي من بره مصر مش كده؟ اعتقد لان هي مش الحاجات دي، الاجهزه دي مش موجوده قوي في مصر، اجهزه طبيه سبيسيفيك قوي قوي. بس فالحمد لله يعني ان شاء الله على نهاية الشهر ده بإذن الله ألحق أي حاجة من المتبقية في لا السيزون ان ده شاء الله. لا إن شاء بقول الله. لك ايه، انت لعيب عندك خبرات دلوقتي، الله اكبر، لعيبه منتخب الحمد مصر لله. ولعبت كاس عالم كتير، ما تستعجلش انت كده كده المستقبل بتاعك. وانت بص، انت عملت فورمه حلوه قوي قوي، وكنت موفق جدا سواء في الدفاع، في الثلاثه بونت، في الدخول، في الاسيست، كنت بتعمل كل الحمد ماتش لله ثلاثه اربعه اسيست. فانت الحمد لله جايب فورمتك، جايب فورمتك، إن شاء بس ما الله. تستعجلش. يعني ممكن الاستعجال ياخرنا تاني، خد وقتك، العمر والله لسه بحاول قدامك، قابل بس العمر قدامك، ربنا يديك الصحه والعمر، قابل إن العمر شاء الله. تقدر بس عليك.